في الخيول تزاريرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيول ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بكل بطل سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعباد سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعباد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصبين قهرنا الأعادي في كل ود فلم تشدهم طائرات عود قهرنا الأعادي في كل ود فلم تشدهم طائرات عود ولا الطنك ينجيهم في البود فباعوا بأشيائهم خاسئين وقائعنا قد روت للورى لأن صمت ذاك أسد الشرى وقائعنا قد روت للورى لأن صمت ذاك أسد الشرى فأوراس يشهد يوم الوغى لأن جهزنا على المعتدي سنوجى بلا جرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جهشنا سنوجى بلا جرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جهشنا ويعلنكم عن مدى بطشنا بجيش السعالفة الآثمين بجرجرة ضخم خط الغمار وفي الأبيض الفخم ملء الفخر بجرجرة ضخم خط الغمار وفي الأبيض الفخم ملء الفخر وفي الونشريس حمينا الثمار فنحن المفاد بنو الفاتحين نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح ثقوا يا رفاقي بأن النجاح سنقوم تعيش الجبال ويحيا الشمم قفوا واهتفوا يا رجال الهمم تعيش الجبال ويحيا الشمم وتحيا الضحايا ويحيا العلم وتحيا الدماء دماء الثائرين جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين سلاما سلاما I'm
والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن المنظمة الوطنية للمجاهدين ترحب بكم جميعا وتحييكم بتحية السلام والإسلام والأخوة والنضال. نحيي اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف 18 فبراير من كل عام. هذا اليوم الذي فيه رجوع بذاكرة هذا الشعب الأبي إلى البطولات والمقاومات والثورات الشعبية لثورتنا المباركة، وفيه أيضاً تعبيراً عن اعتزاز الشعب الجزائري بالتضحيات الجسام وقوافل الشهداء عبر المقاومات إلى يوم النصر العظيم، وفيه أيضاً وقوف على تاريخ كفاح هذا الشعب الطويل والمتلاحق المراحل حتى الاستقلال. وبذلك اعتز الشعب الجزائري بكفاحه المرير وقوافل شهدائه الأبرار، وهو منعرج نقرأ فيه أنفسنا ونقف على معاني التضحية الحقيقية من أجل الوطن، ونستخلص بأنفسنا أنه لا تاريخ لشعب ينسى رموز كفاحه وويلات الاستعمار. إن 18 فبراير سيبقى رمزا حيا للشهيد الجزائري ومعنى غاليا لا يزول من ذاكرة الأجيال الصاعدة، ويبقى شوكة مزمنة عالقة بحلق فرنسا الاستعمار مذكرا الأجيال والشباب بجرائم الاستعمار. وإننا نعتز كل الاعتزاز بشهدائنا الأبرار، ونفتخر بالانتساب إليهم، وننحني إكبارا وإجلالا واحتراما وتقديرا لما قاموا به من أجل هذا الوطن وسيادته. إنهم لم يرضوا أبدا بالذل والظلم والاستبداد، فعاشوا شرفاء وماتوا شرفاء، وقدموا أرواحهم قرابين إلى مذابح الحرية مؤمنين بحب الوطن ونبذ الاستعمار. ومن هذا المنطلق ندرك أن هؤلاء الشهداء الأبرار لم يدافعوا عن أنفسهم، بل دافعوا عن الأمة والوطن وقضايا الحق. لذلك لم يروا لأنفسهم وجودا خارج معركة الجهاد والعطاء والتضحية. وحقهم علينا جميعا أيها الإخوة، حقهم علينا جميعا أن ننصفهم، أن نكشف للعالم وجوههم المنيرة وحقائقهم الصافية وتضحياتهم العظيمة. وحقهم على هذه الأمة أن تستلهم أرواحهم وجهادهم ودروسهم من أجلها وليس من أجلهم. وكل ما قد يقال عنهم في هذه الدنيا من ثناء أو مديح فهو جزء من الدنيا الثانية التي لا تساوي شيئا في حسابات أهل الآخرة الواصلين. لذا نتوجه إلى الزوجات المجاهدات المضحيات الصابرات المحتسبات، وإلى أبناء وبنات الشهداء الأبرار، وإلى رفاقهم المجاهدين الحاضرين معنا اليوم وفي كل أرض فيها لله جهاد ورجال، نتقدم لهم بالتهنئة والتبريك لنيل أهليهم هذا الوسام الإلهي العظيم، وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل والشهادة في سبيل الوطن. وهل تعلمون يا أهالي الشهداء ماذا أعد الله لأهليكم في الجنة؟ سوف أنقلها إليكم بكل أمانة ووضوح حسب ما جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن مكانة الشهيد عند الله عز وجل هي كالتالي: أولا، الشهيد يرى مكانته من الجنة حين تفيض روحه إلى الله. ثانيا، يغفر له كل ما تقدم من ذنبه بمجرد أن تفيض روحه إلى بارئها.
ثالثا يأمن من فتنة القبر، أي لا يسأل في قبره كما نسأل نحن. نحن إذا وضعنا في قبورنا يأتي الملكان منكر ونكير ويسألنا من هو ربك وما هو دينك ومن هو نبيك، وأما الشهيد فلا يسأل. رابعا يأمن من فزع يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وأما الشهداء فلا يفزعون. خامسا يلبسه الله تاج الوقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. تاج الوقار لا يلبسه إلا الشهداء. سادسا يزوجه الله ب72 حورية من حور الجنة. سابعا يشفع ل70 من أهل بيته كل قد وجبت له النار. فمن منا لا يريد أن يكون ضمن هؤلاء الشهداء الأبرار الذين فازوا في الدنيا والآخرة وعاشوا شرفاء وماتوا شرفاء ووقفوا بالمرصاد وقاتلوا ببسالة وشجاعة وذكاء حتى خسرت فرنسا حربها وبات محكوم عليها بالسقوط بحسب القوانين والسنن التاريخية. على كل كنت أتمنى لو أن الجنرال دوغول لا زال حيا ليرى جزائر الأمس التي أحرق عرضها وأباد شعبها أنها اليوم في أعلى عليين من الازدهار والرقي بفضل سواعد رجال الأبطال. وكنت أتمنى لو أن الجنرال بجال لا زال حيا ليرى ذلك، لكن أخذه الله عز وجل ليرى مكانة الشهيد العربي بالميدي الذي سلخ جلدة رأسه في ليلة 1957. وإني واثق من أن صوت النشيد الوطني قد بلغ عنان السماء ودق آذان شهدائنا الأبرار، وأنهم أحسوا بخطواتكم الثابتة وأنتم تقفون وقفة الإجلال والتقدير أمام أرواحهم الطاهرة، ويشكرونكم ويشكرونكم من خلال قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.